نفذت قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بمنطقة المسيلة في هضبة حضرموت مشروع رماية لضباط القوة وفق الخطة التدريبية الخاصة برفع المستوى القتالي والتدريبي للقوة، حيث تم كذلك مشاركة فصيلة الدفاع الجوي ضمن مشروع الرماية، وذلك بعد تخرجها من دورة الدفاع الجوي الخاصة بمضادات الطائرات ميمطا. قائد قوات حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري قال في كلمة له على المشاركين بمشروع الرماية إن تنفيذ مشروع الرماية وتخرج فصيلة الدفاع الجوي جاء لرفع القدرات القتالية للقوة وتأهيلها بشكل الأمثل لتنفيذ واجباتها ومهامها العسكرية بكل كفاءة واقتدار، مشددا على ضرورة الاهتمام المستمر بالتدريب والتأهيل تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، شاكرا له اهتمامه ومتابعته المستمرة لرفع كفاءة القوة.